ده استاذ عصام قال دلوقتي كان يوم تاريخي، وانا بصراحه هو يوم تاريخي لان يوم فاصل وحد فاصل في تلاحم مواسم طالما عانت منها الكره المصريه على مدار السنوات الماضيه. دكتور ايهاب، لا صح الا الصحيح. مظبوط، قلنا هذا الكلام في اكثر من حلقه سابقه. المساله محتاجه قرار سيادي. مصلحه الكره المصريه فين؟ احنا نمشي وراها. مفيش حاجه اسمها مصلحه انديه، يبقى احنا كده هنفضل في الدوامه اللي عشناها من 2011 حتى 2024، حيث العشوائيه وعدم الانضباط، والدنيا الناس بتتفرج علينا وكانوا بيتفرجوا على مسرحيه هزليه طول الوقت. ده مش الدوري المصري اللي هو اصلا ابو الدوريات في الوطن العربي كله. ده بادئ من 48 وانا فاخر دائما بالرياده، لكن بكل اسف اللي حوالينا سبقونا كتير من خلال التنظيم الكبير اللي هم شغالين عليه. النهارده لما بندخل في مرحله احترافيه ونستعين بشركه المانيه، بالمناسبه هتفضل معانا 6 سنين عشان تظبط لنا الدنيا على مدار 6 سنين عشان نقف على رجلنا مره ثانيه وتصلح ما افسده الدهر. ناقشنا كتير في انا بقول للدوري المصري او سلعه تنقصها الكثير من عوامل النجاح. عايزين بقى نرجعها تاني لقوتها وقيمتها ورياداتها مره تانية. اعتقد النهارده كانت خطوه مهمه جدا، وقلناها قبل كده المساله مش قضيه راي النادي ده موافق واذا معترض، احنا كده هنفضل في دوامه طول العمر. الدوري الشركه الامانيه بتنظم الدوري الاماراتي، انت كنت موجود لفترات كبيره جدا الاماراتي وشغاله مع الاتحاد الاوروبي بالمناسبه، بتعمل دوريات على اعلى مستوى. فاحنا جاءنا الاوان احنا ندخل في هذا المجال ونجرب. احنا جربنا البضاعة المحلية كتير عندنا، والمسائل كتير داخلة ببعضها عاملة زي العربيات في بلاش داخلة ببعضها دي، ده تخصص استاذ جمال. هو ضحك وعارف المخالفات المرورية عنده، هو عارف. لا صحيح، النهارده لا يوم فعلا استثنائي زي ما بنقول موسم استثنائي. احنا هنعيش موسمين استثنائيين مش موسم واحد، عشان الناس تبقى عارفة. النهارده لما ابدا 9 ينافسوا على البطولة و9 يحاولوا الهروب من الهبوط، انا كده فريقين بيهبطهم و3 بيصعدهم، يبقى انا عندي كام؟ 19 فرقه. 19 فرقه السنه الجايه، 4 يهبطهم و3 يصعدوا، ارجع لل 18 في موسم 26 27. طبعا هنا فيها حته بقى كده هنعاني منها شويه، اللي هو ايه حكايه ان دائما يبقى في اسبوع في فريق باي في موسمين. يعني سواء انت بتلعب 9 و9 ولا 10 و9، لان الموسم اللي جاي يبقى 9 و10. يعني 10 انت بتوسع المساحه اللي تحت 10 عشان هتنزل 4، برضو ده شيء منطقي، لكن نتحملها شويه. ده اهون كتير من انك المؤجلات الكتير واللخبطه الكتيره والجدول غير المنتظم. اعتقد لا، احنا خطوه كبيره قوي النهارده تدينا امل في عوده الدوري المصري الى سابق عهده مره ثانيه. تمام، هرجع للاستاذ جمال، رؤيتك العامه لليوم النهارده قبل ما نخش في تفاصيل. بص بالتأكيد